بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر لنا ما أقمتنا فيه، مع السلامة والكرامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع، شهاب الدين أحمد أبو شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن اليوم في الركن السادس عشر من أركان الصلاة. الركن السادس عشر من أركان الصلاة التسليمة الأولى، يعني الركن هي تسليمة واحدة، لكن التسليمة الثانية دي سنة، فممكن تكتفي بتسليمة واحدة، فإن اكتفيت ما تبقاش تبص الجهة اليمين عشان لا تميز بين الملائكة والجن والإنس اللي على اليمين عن اليسار. فإذا اكتفيت بتسليمة واحدة تقولها من أمام: السلام عليكم ورحمة الله، أو أقلها السلام عليكم بس، وهو متوجه كده. لو هيكتفي بواحدة، لو هيجيب الأكمل يبقى يتوجه إلى اليمين واليسار عشان يسلم على الإنس والملائكة ومسلمي الجن من على يمينه ومن على يساره، فيقول السلام عليكم في المواجهة، ثم يتوجه إلى اليمين ويقول ورحمة الله وهو متوجه، ثم يتوجه مرة أخرى إلى الأمام ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويتوجه إلى في حال قوله رحمة الله يتوجه إلى اليمين مرة وإلى اليسار مرة. لكن كلمة السلام عليكم في الحالتين وهو متوجه للقبلة في جهة القبلة أماما، واضح دي الكيفية. فحنقرأ كلام الشيخ بيتكلم. طبعا يجب إيقاع السلام في حال القعود، في حال قعود التشهد الأخير. فيقول: والسادس عشر التسليمة الأولى، ويجب إيقاع السلام حال القعود، وأقله السلام عليكم مرة واحدة، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا. يقول في الحاشية: والسادس عشر أي من أركان الصلاة قوله التسليمة الأولى، أي لخبر مسلم اللي هو الحديث المروي في صحيح مسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والحكمة في طلب السلام من المصلي أنه كان مشغولا عن الناس ثم أقبل عليه، لأنه بتكبيرة الإحرام حرم عليه أن يكلم الخلق أجمعين، كويس، حرم عليه تماما، لا يتكلم بكاف الخطاب إلا مع الله أو مع رسوله في الصلاة، أما سوى ذلك فلا. فإذا انتهى من صلاته قال السلام عليكم حتى ينتهي انقطاعه عن الخلق ويتوجه بعد ذلك للخلق، يبقى هي علامة عن أنه كان مشغولا عن الناس ثم أقبل إليه. ويجب إيقاع السلام حال القعود، هذا أحد شروط السلام المنظومة في قول بعضهم. السلام له شروط حوالي عشرة، نظموا منها تسعة: العرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس وأسمع به نفسا، فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. خد بالك بيعملوها شعر عشان تفتكر: عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس وأسمع به نفسا، فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. فالشرط الأول التعريف، قال لك عرف، يعني تقول السلام عليكم، ما ينفعش تقول سلام عليكم، وعليكم السلام، بخلاف ما يمكن أن تفعل ذلك في التشهد. احنا قلنا في التشهد ممكن تقول سلام عليكم في التشهد يمكن، إنما الأفضل تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بالتعريف، هذا في التشهد يجوز التعريف والتنكير. فإن نكرت تنون تقول سلام عليك أيها النبي
سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا في التشهد يجوز فيه التعريف والتنكير، فإن نكرت نونت، يبقى تنوين عوض عن التعريف، كويس. أما السلام فلا يجوز فيه إلا التعريف، واضح؟ لا يجوز فيه إلا التعريف. يبقى أول حاجة عشان كده قال لك عرف، وبعدين إيه؟ فالشرط الأول التعريف بالألف واللام، ولا يقوم التنوين مقامه، فلا يكفي سلام عليكم، بخلاف ما تقدم في قوله سلام عليك أيها النبي وقوله سلام علينا لوروده هناك في التشهد، يعني بخلافه هنا في السلام. ولا ينفع كمان سلامي عليكم ولا سلام الله عليهم، بل تبطل بذلك إذا تعمد وعلم. يبقى تبطل لو كان متعمد وعالم بالحكم. الشرط الثاني قال لك وخاطب، يبقى لازم كاف الخطاب، كاف الخطاب، فلا يكفي السلام عليه أو عليهما أو عليهم، يبقى لازم إيه؟ خاطب، كاف الخطاب، عليكم، تخاطب الحاضرين، كويس. فما ينفعش السلام عليه أو عليهما أو عليهم أو عليها أو عليهن. الشرط الثالث قال لك وصل، وصل إحدى كلمتي بالأخرى، فلو فصل بينهما بكلام لم يصح. يعني إيه؟ تقول السلام عليكم، أدي توصلهم ببعض، ما تفصلهمش بكلام تاني، فهمت؟ أدي معنى قوله وصل. يبقى قال لك عرف وخاطب وصل. عرف تقول السلام عليكم، خاطب تقول عليكم بكاف الخطاب، وصل يعني توصل بين الكلمتين ما تفصلهمش. فلو فصل بينهما بكلام لم يصح، نعم يصح السلام الحسن أو التام عليكم، لكن ما يقولش مثلا السلام الحسن المبارك الكريم الأفضل الأكرم عليكم، كده فصل بكتير أو فعش، فهم؟ السلام عليكم، لو هيزود كلمة السلام الحسن أو السلام التام تمشي تمشي، لكن الأفضل ألا يفصل، فإن فصل وطال الفصل بطلت صلاة، فهم؟ هذه معنى وصل. والرابع ميم الجمع، قال لك واجمع، يبقى لازم بيجي ميم الجمع، ما ينفعش ايه؟ عليه او عليك بكاف الخطاب كده، لان الميم علامة الجمع، السلام عليكم، يبقى ده ميم الجمع. والرابع ميم الجمع، فلا يكفي نحو السلام عليك او عليه، بل تبطل به الصلاة ان تعمد وعلم في سورة الخطاب. والشرط الخامس الموالاة، قال لك ايه؟ عرف وخاطب وصل واجمع ووالي، الخمسة والي يعني الموالاة. فلو لم يوالي بل سكت سكوتا طويلا او قصيرا قصد به القطع ضر كما في الفاتح. والي يعني ما يقولش السلام عليكم، دي ما فيش موالاة هنا، قطع، فهم؟ قطع وطال الفصل، يعني قال السلام عقصي الحمد لله ولسه ما قالش عليكم، يبقى يعيدها بقى يقول السلام عليكم. ممكن تيجي له عطسه، شرق، كح، قاعد يكح ورا بعضه، سعله جات له، اي شيء من هذا، يبقى في الحاله دي له عايدها بقى علشان يراعي الموالاه، يبقوا الاثنين ورا بعض، يعني قال السلام وابتدى يكح ما كملش عليكم، يبقى ساعتها هيعيد تاني يقول السلام عليكم تاني، مش يخلص الكحه وبعدين يطلع المنديل ويتف وبعدين ينف وبعدين شغلان وبعدين يقول عليكم، ما ينفع، فهم؟ يبقى دي معنى ووالي. والي يعني ايه؟ علولة، مش الناس يقول لك علولة يعني ورا بعضه، مش كده برضو؟ اديني علولة يعني ناولني دي ورا دي ورا دي، مش كده برضو؟ يبقى ادي معنى الموالاة، انها تبقى علولة على الولاء، يعني علولة يعني على الولاء، بس باللغة المصريين يقول لك علولة، مش كده؟ يبقى عرف وخاطب وصل واجمع ووالي، مش كده؟ وكن مستقبلا، ولازم تبقى مستقبل القبلة في حال السلام بكتفيك، لكن بوجهك مش مشكلة، لكن الكتفين مهم. يبقى وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر. والشرط السادس كونه مستقبلا القبلة بصدره، يبقى الاستقبال يكون بالصدر، مش كده؟ فلو تحول به عن القبلة ضر، فلو تحول بصدره عن القبلة ضر، يعني لما يجي يسلم
ما يقولش السلام عليكم ويقلب ايه كتافه، لا ده يتحرك برقبته، لكن كتافه تفضل للقبلة، فلو تحرك عن القبلة بطلت صلاته بكتافه، يبقى الحركة كلها بالرقبة لكن الكتفين مستقبلا للقبلة. فهمت التسليم بقى؟ يبقى لازم تكون مستقبلا، والاستقبال العبرة فيه بالصدر لا بالوجه، لأن لو التفت في الصلاة وصدره مستقبل القبلة صلاته صحيحة، بس مع الكراهة إن كانت بغير عذر، فإن كان بعذر التفت لعذر تجوز بغير كراهة. والنبي أحيانا كان يلتفت في صلاته لعذر، ورد أنه صلى صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب صلاة وبعت واحد علشان يعرف عدد العدو قد إيه واستعداده قد إيه، فكان يصلي وينظر جهة الجهة اللي هيأتي منها الخبر كأنه بينتظر يعني، فكان يلتفت إليه وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الالتفات إن كان بعذر في الصلاة جائز لا يضر، ولا يضر الاستقبال لأن العبرة في الاستقبال بالصدر. كويس؟ فرض وسنة. نعم. والشرط السادس كونه مستقبلا القبلة بصدره، فلو تحول به عن القبلة أي بصدره عن القبلة ضر، بخلاف الالتفات بالوجه فإنه لا يضر، بل يسن أن يلتفت به في الأولى يمينا حتى يرى خده الأيمن، وفي الثانية يسارا حتى يرى خده الأيسر، لكن بالوجه يشترط فيه يسن فيه الالتفات يمينا ويسارا لحد ما تشتغل، اما تقول يمينا كده اللي وراك يشوف خدك الايه؟ الايمن، ولما تلتفت يسارا يبقى اللي وراك يشوف خدك الايسر. كويس؟ ادي معناه. الشرط السابع ولا تقصد به الخبر، يعني ما تقصدش به الاخبار، ده انت بتقصد به السلام الانشاء يعني، بل يقصد به التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق، أو ما يقصدش به حاجة يطلقها كده، لا يقصد الخبر ولا حاجة لكن يقصد الخروج من الصلاة يبقى يمشي. فلو قصد به الخبر لم يصح. يعني إيه الخبر؟ زي مثلا واحد خايف وقلقان وبيترعش تقوم تقول السلام عليكم السلام عليكم، يعني عليك السلام مش بتخبره، ده أنت بتخبره إن عليك سلام مش تحية بتخبره، فلو قصد الخبر مش التحية يبقى هنا تبطل صلاة، علشان كده وقال لا يقصد به الخبر، فهم؟ لكن يقصد به الإنشاء. واجلس، يبقى الشرط الثامن واجلس، يبقى يقولها من جلوس، يبقى يسلم من جلوس اللي هو جلوس التشهد، مش يقوم ويخلص التشهد ويقوم يقف ويقول السلام عليكم، هو ما ينفعش، يبقى لازم يسلم حال جلوسه، ده شرط آخر. والشرط الثامن أن يأتي به من جلوس، وهو الذي ذكره الشارح، فلا يصح الإتيان به من قيام مثلا. والشرط التاسع قال له إيه؟ وأسمع به نفسا، مش يقولها في سره، لا يسمع به، يسمع به نفسه أو يسمع به اللي بجواره. كويس؟ السلام عليكم، يبقى هو سمع نفسه أو سمع اللي بجواره، مش شرط يرفع صوته أوي لكن المهم يطلع منه همس مسموع. وأسمع به نفسا. الشرط التاسع أن يسمع به نفسه حيث لا مانع من السمع، يسمع نفسه بحيث ما يكونش وطرش أصلا. فهمت إزاي؟ يعني الكلام المعتدل، إنما افرض هو ما بيسمعش إلا بصوت عالي، مش مطلوب يتعلي صوته عشان يسمع نفسه لأنه عنده خلل في سمعه، فهمت؟ فلو لم يسمع به نفسه لم يكفي، ولابد أن يكون بالعربية إن قدر عليها، ده الشرط العاشر، بالعربية للقادر عليه السلام عليكم، وإلا ترجم عنه قوله وأقله السلام عليكم، أقل حاجة يقول السلام عليكم ويسكت، أقل حاجة. كويس؟ فلا يجوز إسقاط حرف من هذا، لازم السلام عليكم، وما ينفعش يقول واو والسلام عليكم، ما ينفع، فهم؟ وإن كان يجوز، لا يجوز عندنا في السلام يجوز تقول واو، لكن في تكبيرة الإحرام لا، في تكبيرة الإحرام ما ينفعش تقول والله أكبر لأن ما فيش حاجة عاطفة عليها، ما فيش حاجة قبلها،
لكن في السلام يجوز تعطفه، تقول والسلام عليكم ورحمة الله، على أساس إن إيه في قبله حاجات فيجوز عطفها، وإن كان الأولى ألا تعطف. فهمت؟ وأقل السلام عليكم، فلا يجوز إسقاط حرف من هذا ولا إبدال حرف منه بغيره. نعم، إن قال السلم أو السلم أو السلم وقصد به السلام كفى على المعتمد. لو قال السلم أو السلم أو السلام أو السلم وقصد به السلام كفى على المعتمد، وإن كان يطلق على الصلح كما في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ويجوز والسلام عليكم، والسلام في الواو، ويجوز والسلام عليكم بالواو لأنه سبقه ما يصلح للعطف عليه، بخلاف التكبير اللي هي تكبيرة الإحرام، فإنه لا يصح لعدم تقدم ما يصلح للعطف عليه. ويجزئ عليكم السلام مع الكراهة، يعني عكس، جاب عليكم قبلها، تجزئ بس مع الكراهة، لكن الأول يقول السلام عليكم. كما نقله في المجموع عن النص، فلا يشترط ترتيب كلمتيه لتأديه المعنى ولو من غير ترتيب. وهو السلام عليكم معناه إيه بقى؟ هو الأمان عليكم على الأظهر، يعني على الأظهر معناها الأمان عليكم. وإن صحح المحشي أن المعنى السلام من أسماء الله، كأن الله معكم، يبقى شال السلام لأنه من أسماء الله، وحط كلمة الله كأنه بتقول الله معكم. وإن صحح المحشي أن المعنى الله معكم من أقوال ثمانية، فيكون المراد بالسلام اسمه تعالى، ولا يخفى ما فيه من البعد إذ تبعد إرادته هنا، والأولى الأمان عليكم. قوله مرة واحدة، يبقى الركن السلام مرة واحدة، ويجعلها تلقاء وجهه حيث اقتصر عليها. لو اقتصر بمرة واحدة تبقى تلقاء وجهه، كويس، ما يلتفتش بقى. ويجعلها تلقاء وجهه حيث اقتصر عليها ولا يلتفت، محافظة على العدل بين ملكيه. مش في ملك على اليمين والشمال؟ فانت بتقول السلام عليكم والتفت، طب وبتاع الشمال كأنك انت ما خصصتوش. لكن لما تقول في المواجهة تبقى عدلت بين الملكين، وكذلك عدلت من بجوارك على الجانبين من مسلم الإنس والجن، مش كده برضو؟ يبقى عدلت طالما انت قلت كده. لكن لو توجهت إلى جهة واكتفيت يبقى انت لم تعدل، لأنك كأنك سلمت في جهة وتركت الأخرى. يبقى إذا اكتفيت بواحدة في المواجهة. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله، فيها ثلاث أوجه عندنا. تكتفي تقول السلام على ده في الأكمل، في الأكمل في ثلاث أقوال عندنا في مذهبنا، ثلاث أقوال في مذهبنا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، زي ما بنعمل في صلاتنا كده، ده الأكمل المعتمد. في قول تاني تقول في الجهة اليمين السلام عليكم ورحمة الله، والتانية تقول السلام عليكم ورحمة، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لما في الجهة اليمين تزود بركاته، والشمال ما تقولش بركات. وفي قول ثالث تقول بركاته في الناحيتين. سهلة؟ وعشان كده انت ساعات تصلي ورا أئمة تلاقيه بيعمل كده، كلنا وارد في الأئمة. تلاقي واحد في المسجد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. صليت ورا ناس عملوا كده؟ أهو ده قول، صح. في ناس تانية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هقول بركاته في الناحيتين. صح. لكن اختيار الشافعية في الأقوال الثلاثة إنه ما يقولش بركات، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله في الجهتين. سهلة؟ ولا يندب هنا وبركاته على المعتمد، وكذا في صلاة الجنازة على المعتمد أيضا. وحكى السبكي فيها ثلاثة أوجه، أشهرها لا تسن، ثانيها تسن اللي هي بركاته، ثالثها تسن في الأولى دون الثانية زي ما حكينا. ويسن للمأموم ألا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه. يسن بقى للمأموم أن ينتظر لما الإمام بتاعه يخلص التسليمتين وبعدين يسلم، هو يبدأ في تسليمة اليمنى، كويس. وينوي السلام على من التفت هو إليه من ملائكة ومؤمن إنس وجن وإلى منقطع الدنيا،
إلى منقطع الدنيا، ومؤمني إنس وجن إلى منقطع الدنيا، كأنه بيسلم عليهم إلى نهاية الدنيا يعني. كويس. وينوي الرد أيضا على من سلم عليه من إمام ومأموم. وصل الإيه؟ الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، فأنت كمان تنوي رد السلام والسلام على من بجوارك من مسلم الإنس والجن والحاضرين والغائبين. سهلة يعني، تنوي هذا يسن، النية دي تسن لكنها مش واجبة يعني، لو قلتها غافل ما تمشي. مرتين الأكمل يقولها مرتين، أي يقول ذلك مرتين فهو معمول لمحذوف، وقوله يمينا وشمالا أي يمينا في الأولى وشمالا في الثانية، يبتدئ كل منهما لجهة القبلة وينهيهما مع انتهاء الالتفات. يبتدئ كل واحدة يبتديها وهو في جهة القبلة، السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت وهو بيقول ورحمة الله يلتفت، بعدين يرجع تاني جهة القبلة، السلام عليكم ورحمة الله. خدت بالك؟ ادي الكيفية. طيب، فلو سلم الأولى على يساره، لو ابتدى من اليسار الأول أشول بقى، فابتدى على يساره، طبعا بهرج يعني مفيش حاجة اسمها أشول، لكن افرض ابتدى على يساره، وسلم الثانية، سلم الثانية على يساره أيضا، وقيل على يمينه، ولو سلم الثانية معتقدا أنه سلم الأولى لم يكفي، يعني لو سلم الثانية معتقد أنه سلم الأولى فالثانية سنة وهو اعتقد أنه سلم الأولى يعني ما أتاش الركن، يبقى ما تكفيش، لأنه في اعتقاده أنه بيأتي بسنة وهو ما أتاش الركن، خدت بالك دي صورة ثانية. ويسلم الأولى وجوبا ويعيد الثانية ندبا، وسجد للسهو ويسجد للسهو، ويسن عند إتيانه بالمرتين أن يفصل بينهما بسكتة كما صرح به الغزالي في الإحياء. وقد تحرم التسليمة الثانية، إمتى تحرم التسليمة الثانية على المصلي؟ لو انتقد وضوء، يعني هو قال السلام عليكم ورحمة الله وجاي يلف كده طالع منه ريح فانتقد وضوء، يبقى يحرم بقى يسلم الثانية لأنه الوقت بقى على غير وضوء، فهمت؟ فازاي هيصلي جزء من صلاته على غير وضوء؟ تبقى تحرم. فهمت بقى امتى؟ لو انتقد وضوءه بين التسليمتين تحرم الثانيه. تكون الصلاه تمت كده. وتمت الصلاه خلاص، وتمت الصلاه. وقد تحرم الثانيه بان عرض مناف للصلاه عقب الاولى كحدث. حدث دي سهله. طب في مثال ثاني؟ وقعت عليه نجاسه. يعني هو سلم التسليمه الاولى وجاء ابنه اللي عامل على روحه عيل صغير بيحمي، يا بابا يا بابا يا بابا، راح قاعد على حجره فبقى حامل نجاسه، يبقى ما يسلمش الثانيه خلاص لانه ما ينفعش، خرج من الصلاه خلاص لانه حامل نجاسه. فهمت بقى؟ سهله. في صور كتيره يعني، واقف بيصلي وقال السلام عليكم ومراته معديه جنبه عندها قيء غلبانه فراحت متقايه في قفاه، خلاص بقى ما يسلمش تاني، خلاص هيقوم يستحم لانها نجاسه كده يعني. صور كتيره. خرج وقت الجمعه، يعني خرج وقت الجمعه سلم التسليمه الاولى وخرج وقت الجمعه وهو بيصلي جمعه، والجمعه لا تقضى، الجمعه ملاش قضاء، لو خرج وقتها يصلي ظهر، فهمت؟ فيبقى ما يسلمش التاني لانه خلاص خلصت الجمعه، فهمت؟ يبقى دي كلها صور، صور تعرفها بتربي فيك بس ايه الملكه الفقهيه. أو مثلا قال السلام عليكم التسليمة الأولى وبعدين جا ريح راح مشلحه مطير الثوب اللي عليه فبان فخده، بانت عورته، يبقى كده ما يسلمش الثانية لأن خلاص بقى خارج صلاة، فهمت؟ بظهور العورة. حاجات كتيرة يعني، ممكن نقعد نفكر حاجات نطلع حاجات، كل ما تفكر تطلع حاجات، ما يجراش حاجة، لكن أنت تعرف الحكم نفسه أنك أنت إذا لو جاء منافي للصلاة بعد التسليمة الأولى يبقى ما تعملش التسليمات دي. سهلة. نزف، سلم التسليمة الأولى بص لقى إيه نزيف نازل من مناخيره عشان الدنيا حر وضغطه عالي، أي حاجة بتحصل، يبقى خلاص بقى لأن ده بقى إيه منافي للصلاة لأن نجاسة ونزلت منه. نقعد بقى كل ما تقعد تفكر تقول حاجات كحدث وخروج وقت جمعة وهي وإن لم تكن من الصلاة
واحد يقول طب بس دي مش من الصلاة، ده خلاص ما انا خلصت الصلاة بالتسليم، يقول له لكن من توابعها فليها احكام، هي من توابع الصلاة فليها احكام، وهي سنة من سنن الصلاة داخلة فيها مش كده برضو، فليها احكام ومكملاتها. الركن السابع عشر اي من الاركان على الوجه المرجوح، والسابع عشر نية الخروج من الصلاة، ده وجه مرجوح. الراجح انه ما انه ما لا يشترط نية الخروج من الصلاة، لا يشترط نية الخروج، لكن يسن يسن وانت بتسلم كده تبقى عندك مستحضر نية الخروج من الصلاة، زي ما انت مستحضر نية الدخول في الصلاة مع تكبيرة الإحرام في الأول، تستحضر نية الخروج من الصلاة وانت بتسلم. كويس، على سبيل السنة وليست الركن، في وجه مرجوح أنها ركن من الأركان النية دي، والمصنف هنا صار على هذا الوجه المرجوح وعدها من الأركان. كويس، والسابع عشر أي من الأركان على الوجه المرجوح كما ذكره الشارح، وعلته أن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة، فتجب معه نية الخروج، كما أن التكبير ذكر واجب في الطرف الآخر فوجبت معه نية الدخول. طب نجاوبهم نقول لهم ايه لما هم عملوها لنا كده وفلسفوها لنا قوي وخلونا ما نعرفش نرد عليهم، واحنا بنقول انه لا ده مرجوح، نجاوب نقول لهم ايه؟ طيب، واجاب من لم يوجبها بالقياس على سائر العبادات، مع ان النية تليق يعني ما فيش عبادة من العبادات يشترط فيها نية الخروج منها. انت صايم ادن المغرب، بتنوي نية الخروج من الصوم ولا بتاكل على طول؟ بتاكل على طول مش كده برضو؟ انت خلصت الزكاة طلعت الفلوس وبتديها للفقير، هل يشترط نية براءة الذمة وانت بتديها له؟ ما تشترطش. فلما اسوء على سائر العبادات وانت في الحج بتيجي في اخر ركن من الاركان بيشترط نية الخروج؟ ما بيشترطش. فهمت ازاي؟ يبقى بالتالي اسنا دي على سائر العبادات فيبقى خلاص، لان كمان قال لك ايه؟ مع أن النية تليق بالإقدام على الفعل دون الترك، وقال لك إن الخروج ده ترك وتكبيرة الإحرام ده دخول، فالدخول في الشيء يحتاج لنية، لكن الخروج ده ترك والترك ما يحتاجش لنية، مش كده برضو؟ كل دي ردود عليهم، علشان كده صار هذا الوجه إيه مرجوح. وبأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة، وكمان النية داخله من اول ما قلت الله اكبر ناوي في الصلاه فهي منسحبه على كل الصلاه لحد ما تسلم، خدت بالك؟ فمش محتاج بقى انك انت تنوي الخروج. قوله نية الخروج من الصلاه ويجب قرنها بالتسليم، ويجب قرنها بالتسليمه الاولى، فان قدمها عليها عامدا عالما بطلت صلاته اتفاقا. طب افرض نوى نية الخروج من الصلاه قبل ما يسلم، يبقى ما ينفعش، بطلت صلاته لأنه خرج قبل إتمامها. فهمت؟ يبقى ما ينفعش في الصلاة تنوي الخروج منها وبعدين تقول أما أكملها، ما ينفعش. الصيام ينفع، يبقى الصلاة تختلف عن الصيام. يعني أنا صايم وبعدين لقيت اليوم حر قوي ومش قادر وعطشان قوي مش قادر، وبعدين قلت إيه؟ والله لا أشرب بقى ومش مشكلة، ما هو تطوع. فهمت ازاي؟ انا تعبان بقى، تروح فاتح التلاجة وبعدين تفتح الازازة المية هتحطها كده، وانا قلت تفتحها كده بصيت على الساعة قلت يا ده فاضل ساعة، طب ما اخش انام بقى واكمل. ينفع، ما انك نويت الخروج اهو من الصوم وبعدين غيرت رأيك. فهمت ازاي؟ يفضل صيامك صحيح طالما ما لم تشرب شيء ولم تفعل مفطر. كويس، لكن الصلاة بالعكس، الصلاة لو نويت الخروج منها لأي سبب وبعدين بعد كده، يعني مثلا هديك مثال، انت لوحدك في البيت واولادك كلهم ولا مراتك نايمه ونومهم تقيل والباب خبط وانت منتظر ضيف مهم وداخل في الصلاه في اولها والباب خبط، تقوم تقول ايه؟ اخرج افتح له ولا هيصحوا العيال دي؟ اما اخرج، جاي تخرج بصيت لقيت ايه؟ باب الاوضه اتفتح وحد صحي هيفتح. لو كملت الصلاه انت ما تبقى خرجت منها، ما تنفعش تكمل لانك نويت الخروج، بطلت صلاه بمجرد نيتك الخروج، بطلت. من مبطلات الصلاه عدم الجزم في اتمامها، ومن شروط النيه الجزم فيها. فهمت؟ فانت لما نويت عزمت جوه الصلاه انك تخرج
وبعدين غيرت رأيك بطلت الصلاة دي، انت بنيتك الخروج خرجت خلاص. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده قال لك لو نوى الخروج قبل التسليمة سبقتها بطلت صلاته، لأن التسليم ركن. فهم؟ لكن لو حينوي الخروج ينوي مع التسليم. واضح؟ فهمت القصة دي بقى؟ وفهمت الفرق بينه وبين الصيام؟ ويجب قرنها بالتسليمة الأولى، فإن قدمها عليها لنية الخروج عامدا عالما بطلت صلاته اتفاقا. لكن لو كان جاهل ما تبطلش صلاة، لأنه جاهل، وصحيحة على مذهب الأحناف. فهمت؟ لأن أصلا التسليم عند مذهب الأحناف، التسليمة الأولى عندهم سنة، لأنه الصلاة انتهت بقراءة التشهد، ولو فعل أي منافي للصلاة بعد التشهد عند الأحناف يعني أمشي أو كلم اللي جنبه أو طلع ريح أو أي حاجة منافية للصلاة بعد ما قرا التشهد انقضت صلاته صحيحة، لأن التسليم عندهم سنة. كويس؟ لكن الشافعي عندهم التسليم ركن، لازم لازم، ما يفعلش أي منافي إلا لما يسلم الأول. فهمت؟ وإن أخرها عنها بطلت على القول بوجوبها. طب ولو أخر نية الخروج عنها، لو قلنا أنها واجبة وركن على هذا المذهب المرجوح تبقى بطلت صلاة، لكن إحنا قايلين إنها سنة فتبقى صلاة صحيحة على المعتمد، مش كده برضه؟ ولا تبطل على القول بعدم وجوبها وهو الراجح. ولو نوى الخروج من صلاة غير التي هو فيها بطلت صلاته إن كان عامدا، لأنه يبطل ما هو فيه بنية الخروج من غيره. يعني نوى إنه هو بيصلي ركعتين سنة الصبح، وبعدين هو وهو بيقرأ التشهد افتكر نفسه في صلاة الصبح، بس لا شبهها خالص، هما ركعتين شبه بعض. فهو بيقرأ التشهد بعد ما خلص افتكر ان هو في فرض الصبح، فراح نوى الخروج من فرض الصبح وسلم، بطلت صلاته لا طال صبح ولا طال سنه. فهمت؟ لان هو بنيه الخروج من غيرها بطلت هي، وهو ليس في غيره، فالتانيه كمان لم تنعقد، فيبقى يقوم بقى يصلي من اول وجديد ويركز ويبطل بقى سرحان. وهذا اي القول بوجوب نيه الخروج وقوله وجه مرجوح قد علمت علته وقد تقدم ردها. قول وقيل لا يجب ذلك لكن يسن، لا يجب نية الخروج لكن يسن، رعاية للقول بالوجوب، فلو لو ينوي الخروج فاتت السنة ولم تبطل على هذا القول وهو المعتمد. أي نية الخروج تفسير لاسم الإشارة، فيكون بمعنى المذكور من نية الخروج لأنه اسم إشارة لمذكر كما لا يخفى. وهذا الوجه أي القول بعدم وجوب نية الخروج وقوله هو الأصح أي للقياس على سائر العبادات، مع أن النية تليق بالإقدام دون الترك، ولأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة من أولها إلى آخرها فلا حاجة لنية الخروج، بيكرر نفس التعليل السابق. الركن الثامن عشر والأخير من أركان الصلاة ترتيب الأركان. الترتيب يعني ما ينفعش يركع قبل ما يقرأ الفاتحة، وما ينفعش يسجد قبل ما يركع، لازم كل حاجة مرتبة. ما ينفعش يقرأ التشهد الأخير بين السجدتين وبعدين يلاقي نفسه افتكر انه نص له سجدة فيسجد سجدة ويسلم ويقول ما انا قريته بين السجدتين، ما ينفع، لازم كل حاجة دي في مكانها. فهمت ازاي؟ ادي معنى الترتيب، ترتيب الأركان. والثامن عشر أي من أركان الصلاة وعد الترتيب من الأركان بمعنى الفروض صحيح من غير احتياج إلى تغليب، لأنه فرض من الفروض وبمعنى الأجزاء فيه تغليب، لأن الترتيب وبمعنى الأجزاء فيه تغليب، لأن الترتيب ليس جزء، أصل الركن جزء الشيء. يقول لك الترتيب ده مش جزء، ده الترتيب ده يعني موالاة، حاجة ورا حاجة ورا حاجة، فالترتيب نفسه ده مش جزء الشيء. فهمت ازاي؟ فازاي تعده من الأركان؟ أدي معنى، علشان كده بيناقش لك المسألة دي. فبيقول إيه؟ وعد الترتيب من الأركان بمعنى الفروض صحيح من غير احتياج إلى تغليب، لأنه فرض من الفروض وبمعنى الأجزاء فيه تغليب، لأن الترتيب ليس جزء، إذ الجزء أمر وجودي قولا كان أو فعلا مثل قراءة الفتحة ومثل الركوع، والترتيب ليس كذلك، فغلب ما هو جزء على ما ليس بجزء،
وجعل الكل أجزاء وعبر عنها بالأركان. يعني كأنه جعل كل الصلاة بالترتيب المذكور دي أجزاء مركبة كونت حاجة اسمها الصلاة، فهي برضو أجزاء. قال اللي بيعللها أنه اعتبروها ركن، اعتبر ان الاشياء كلها الاركان كلها دي اجزاء مركبه كونت جزء واحد لما ترتبت، فهمت ازاي؟ فصار جزءا يعني ايه مركبا من اجزاء. ادي تعليل ان الترتيب ينفع يبقى ركن وما يبقاش شرط. يعني هكذا قال الشيخ الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني، وبحث فيه ابن قاسم بأن الترتيب فعل من الأفعال، لأنه جعل كل شيء في مرتبته، والجعل فعل الفاعل وإن كان خفيا. وإن أريد من الترتيب معنى الترتب وهو وقوع كل شيء في مرتبته، كان صورة للصلاة وصورة الشيء جزء منه، فلا تغليب على كلا الأمرين. قوله ترتيب الأركان، وفي بعض النسخ ترتبها بالضمير بدل الأركان، فلو لم يرتب بين الأركان بأن قدم ركنا منها على محله بطلت صلاته، إن قدم فعليا على فعلي أو قولي عامدا عالما، كأن سجد قبل ركوعه لو سجد قبل الركوع، وكأن ركع قبل قراءة الفاتح، فإن لم يكن عامدا عالما لم تبطل صلاته. عاملها ناسي يعني خالف الترتيب بس ناسيا لا تبطل صلاته، بس في الحالة دي يرجع يعمل الركن اللي سابه، إلا لو كان مر عليه إلى مثله يبقى اللي بينه سقط. فهمت؟ يعني أنا هديك مثال، أنا الوقتي قرأت الفتحة وقرأت السورة ورحت قايل الله أكبر، بدل ما أركع رحت ساجد، كويس؟ نزلت سجدت، وبعدين قعدت بين السجدتين وبعدين سجدت، وبعدين قمت أقرأ الفتحة، وأنا أقرأ الفتحة قلت الله ده أنا ما ركعتش، ده أنا سجدت على طول، خلاص اخلص الفتحه واركع ويبقى الركوع ده محل التاني واللي بينهم سقط. فهمت بقى؟ لان انا تذكرته في محله. فهمت؟ لكن انا لو تذكرت وانا ساجد، يعني انا رحت نازل ساجد بعد قراءه الفتحه والسوره نازل ساجد على طول، فتذكرت، يبقى لسه ما مرش كتير، اروح تارك السجود واروح واقف وبعدين اركع واكمل صلاتي عادي واسجد للسهو. فهمت بقى؟ لكن امتى يعني اللي بينه يضيع يسقط؟ لو كنت دخلت في نفسه في الركعة الثانية وتذكرت، يبقى اللي بينه يسقط ويبقى ده محل الأول، واسجد للسهو برضه واكمل صلاتي. فهمت بقى المسألة؟ لو سجد سجدة واحدة وقام وبعدين قرأ الفاتحة، كويس، وقرأ السورة وركع وقال سمع الله لمن حمده، وبعدين نزل يسجد السجدة فقال الله ده انا الركعه اللي فاتت ما سجدتش الا سجده واحده، يقوم يرفع ويسجد سجده ثانيه ويخصم الركعه، خلاص ويخصم ركعه كانه دي في الركعه اللي فاتت، يبقى مش ركعتين، يبقى ده في الركعه الاولانيه. فهمت بقى؟ وفي الاخر يتم صلاته وفي الاخر يسجد للسهو، يعني يفضل ركعه يلغيها خالص، يلغي اللي بينهم. ما هو خلاص، ما هو هي اللي بيعملها دلوقتي في الركعه الثانيه دي تكمل الاولى، كويس، ويبقى كله ركع، وبعد يبقى يحسب كله ركع. فهمت ازاي؟ ويبقى يسجد للسهو في الاخر، يكمل صلاته عادي ويسجد للسهو. لكن لو تذكر سجد سجده واحده وقام يقرا الفتح، فتذكر وهو بيقرا الفتح يروح نازل قاعد عشان الجلوس بين السجدتين، يترك الفتح على طول يجلس قاعد وبعدين يسجد سجده ثانيه وبعدين يرجع ثاني يقوم يقرا بقى الفتحه للركعه اللي بعدها ويسجد للسهو برضه في الاخر. فهمت؟ كأن سجد قبل ركوعه وكأن ركع قبل قراءة الفاتحة، فإن لم يكن عامدا عالما لم تبطل صلاته، لكن تجب إعادته في محله إن لم يبلغ مثله، إن لم يبلغ المكان اللي زيه في الركعة الثانية، وإلا لو بلغ لمثله قام مقامه وسقط اللي منهم. فهمت؟ وتدارك الباقي من صلاته، وإن قدم قوليا غير السلام على فعلي، لو قدم قولي غير السلام، ولو قدم السلام ونية الخروج يبقى بطلت صلاته خلاص، ملهاش تصليح. فهمت؟ لو سلم في غير موضع السلام ونوى الخروج بطلت صلاته خلاص، هيصلح ايه؟ علشان كده قال غير السلام، قولي غير السلام.
وإن قدم قوليا غير السلام على فعلي أو قولي، كأن قدم التشهد على السجود، وكأن قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد، فلا تبطل صلاته بذلك، وإن كان عامدا عالما، لكن لا يعتد بالمقدم، فيعيده في محله ولا يسجد للسهو. يعني هو إيه؟ سجد في الركعة الثانية، سجد سجدة الأولانية، وبعدين قعد بين السجدتين لقى نفسه بيقول التشهد الأوسط، ما هو سرحان بقى، واخد بالك؟ فقعد يقرأ التشهد الأوسط، وبعدين قال الله، ده أنا جالس بين السجدتين، يروح قال الله أكبر وساجد، وبعدين يقعد يقرأ التشهد، مش يقول ما أنا قريته، لازم يجيبه في مكانه بقى، فهمت؟ ويبقى اللي فات خلاص، فهمت المسألة؟ طيب لو صلى على النبي في الاول في التشهد الاخير، يعني جلس وقال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبعدين افتكر انه ما قالش التحيات، فيبقى في الحاله دي يقول التحيات، يترك ما هو فيه ويبتدي من التحيات من اولها، ويعيد الصلاه على النبي تاني، لان مكانها بعد التحيات، مش يكتفي بيها، لان احنا عايزين الترتيب، فهمت ازاي؟ ما يكتفيش بقى بيقول ما انا قلتها، ادي المعنى. وكأن قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد، فلا تبطل صلاته بذلك، وإن كان عامدا عالما، لكن لا يعتد بالمقدم، فيعيده في محله ولا يسجد للسهو. زي برضو إيه، قال الله أكبر وأرى الصورة وما أراش الفتحة، دخل في صورة وما أراش الفتحة، فبعد ما أرى الصورة افتكر أنه ما أراش الفتحة، فأرى الفتحة، يجيب صورة بعد الفتحة عشان ياخد السنة، عشان ياخد السنة، وإن كان قراءة السورة مش ركن، لكنه عشان ياخد ترتيب السنة، فهمت إزاي؟ ولا يسجد للسهو في تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد. يعني لو قدم الصلاة على النبي على التشهد ما يسجدش في السهو، لكن هيجيب التشهد ويصلي تاني على النبي ويسلم وخلاص. وإن قدم قوليا هو السلام على محله عمدا بطلت صلاته. لو قدم السلام ده قولي، ركن قولي، عمدا بطلت صلاته، لانه خرج من الصلاه خلاص. حتى بين التشهد الاخير والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يعني لازم يراعي حتى الترتيب بين التشهد الاخير والصلاه على النبي فيه، ما ينفعش يجيب الصلاه على النبي قبل التشهد، لازم يراعي الترتيب هذا. فبينهما ترتيب، وإن لم يكن بين كل منهما وبين الجلوس الأخير ترتيب، فهما مرتبان وغير مرتبين باعتبارين. يعني الصلاة على النبي والتشهد الاثنين بيتقالوا في جلوس واحد، فهما مش ما فيش ترتيب بينهم وبين الجلوس، لأن الجلوس شامل الاثنين، لكن هما بينهم وبين بعض في ترتيب، لازم يقول التشهد الأول ويصلي على النبي بعده، ففي بينهم ترتيب باعتبار، ومنهم عدم ترتيب باعتبار آخر. منهم ترتيب باعتبار أن يكون الصلاة على النبي بعد التشهد في حال الجلوس، واخد بالك إزاي؟ ده ترتيب باعتبار القول، ومنهم وليس ترتيب باعتبار آخر، إنه جلوس واحد، إنه جلوس واحد ما عملش جلوس تاني، فهمت إزاي؟ ففيها من الاعتبار مرتب واعتبار غير مرتب، من جهة القول لا من جهة الفعل. ما هو لو ناسي كأنك ما عملتش حاجة خلاص، مرفوع القلم عن الناسي، كأنك ما عملتش حاجة، تقوم تكمل صلاتك عادي خالص، لأنك ناسي. احنا بنقول لو سلم عامدا عالما، يبقى كل الكلام في العامد العالم مش الناسي، كويس؟ الناسي يبقى لا حرج. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، يعني إن الله تجاوز لي لأمتي، أي لأجلي لأمتي، عما استكره عليه، ورفع القلم عن الناس والنائم والمكره، مش كده برضو؟ وعن الصبي حتى يبلغ الحلم، وعن المجنون حتى يفيق، كل دول مش مكلفين، رحمه. وعشان كده ربنا عذر سيدنا ادم في اكله من الشجره، بخلاف ابليس رفض السجود عامد عالم بالأمر مناكف، أنا خير منه،
إنما سيدنا آدم لما خالف وأكل من الشجرة فنسي ولم نجد له عزم، يعني أكل ناسيا ولم يعزم على المعصية، وعشان كده ربنا غفر ليه رغم الوسوسة، نسي. وكان أول الناس أول الناس، وكان أول ناس أول الناس، مش كده برضو؟ أول الناس سيدنا آدم، وكان هو أول ناسي برضو، مش كده برضو؟ وربك قال كده، قال فنسي ولم نجد له عزما، أي على المعصية، علشان كده قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى ربنا جاب لك ايه؟ عذر سيدنا آدم، لكن كان في شريعة سيدنا آدم النسيان يؤاخذ عليه، فهمت ازاي؟ في شريعته، لكن في شريعة أمة سيدنا محمد النسيان لن يؤاخذ عليه، ادي كل الحكاية، فهمت؟ فربنا أخذه على النسيان بأنه أخرجه من الجنة لقدره السابق، لكن في نفس الوقت لم يعاقبه عليه لأنه ناسي، فرتب عليه أشياء ولغى منه أشياء، لغى منه العقوبة، فهمت ازاي؟ وعشان كده لم تمنعه من النبوة والرسالة، فكان سيدنا آدم نبي مرسل، والنبي معروف انه لا يفعل المعاصي، يبقى بالتالي ما فعلش المعصية الا ناسيا، فهمت ازاي؟ ادي الكلام، عشان كده ما حدش يقعد يعيب في سيدنا آدم، يقول لك هو اللي دوخنا وكلم الشجرة وطلعنا، الناس يقولوا كده اول ما يقف في طابور وزحمة والشمس وتعبان يجيب سيرة سيدنا آدم، ما هو لو ما خرجش ما كنتش جيت يا أونطج، كان هيقعد هو وستنا حول لحد دلوقتي لوحده، ده هو خروجه ده انبنى عليه ظهور انبياء كثيرين من ذريته، وجيت انت عشان تناكف معانا، وعشان ربنا يكرمك بالوجود والاكرام وبالرساله وبالنبوه واتباع الانبياء والصلاه والذكر، يبقى خروجه كان بركه عليك ولا مش بركه عليك؟ تقوم تيجي تلومه تقول اصل لو ما كانش ما كناش خرجنا، ما انت ما كنتش جيت برضه، كنت فاكر هتقعد في الجنه يعني؟ كنتش هتقعد في الجنه. فبيقول هنا وقوله مبتدأ خبره قوله يستثنى منه إلى آخره، وقوله على ما ذكرناه أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الأركان، يستثنى منه أي لأن قوله على ما ذكرناه يشمل النية وتكبيرة الإحرام فيقتضي وجوب الترتيب بينهم، وقوله على ما ذكرناه يستثنى الترتيب، تكبيرة الإحرام بتبقى مقارنة للنية فمفهومش ترتيب، يبقى يستثنى الترتيب في الحتة دي بس، فهمت ازاي؟ يشمل النية وتكبيرة الإحرام فيقتضي وجوب الترتيب بينهما، وليس كذلك بل يجب قرن النية بالتكبير كما نص عليه الشارح فيما سبق، وهكذا يقال في السلام مع الجلوس، وأما التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الجلوس في كل منهما فيستفاد من كلام المصنف عدم الترتيب فيهما، حيث قال والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإن الضمير فيهما راجع للجلوس الأخير كما فسره الشارح هناك، فلا حاجة للاستثناء في ذلك، والحاصل أنه يحتاج للاستثناء بالنسبة للنية مع التكبير وللسلام مع الجلوس له، ولا يحتاج له بالنسبة لكل من التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الجلوس لكل. وبهذا التحقيق تعلم ما في قول المحشي كان الأولى إسقاط هذا الاستثناء، لأن ما ذكره المصنف مشتمل عليه صريحا أو ضمنا، ولو قال المشتمل عليه كذا لكان أولى وأحسن. بيرد على البرماوي، البرماوي كان عامل حاشية على ابن قاسم الغزي قبل الإمام البيجوري، فبيرد هو عليه حاجة بقى بين العلماء وبعضهم، ما تخشش انت فيه مالكش دعوة. قوله وجوب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام فيه مسامحة، لأن المستثنى هو النية مع تكبيرة الإحرام فلا يجب الترتيب بينهما، بل تجب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام، وكذلك جعلهما مع القراءة في القيام كما في عبارة الخطيب، وإن كان القيام الركن بقدر الطمأنينة فقط، وما زاد على ذلك فهو شرط لقراءة الفتح. مش احنا قايلين إن القيام ركن من أركان الصلاة؟ القيام اللي هو الركن ده بيتأتى بالاطمئنان مع تكبيرة الإحرام والنية لحظة. طب بتفضل واقف وبتقرا الفاتحه، الوقوف ده لقراءه الفاتحه شرط لصحه قراءه الفاتحه، مش تبع الركن، ده شرط لصحه قراءه الفاتحه، لكن الركن تاتى بالطمانينه الاولانيه. خدت بالك كلام الشيخ؟ وان كان القيام الركن بقدر الطمانينه فقط، وما زاد على ذلك فهو شرط للاعتداد بقراءه الفاتحه، ولا يضر قراءه بعضها في الركن، ولا يضر انك تبدا قراءه الفاتحه في حيث الاطمئنان ده اللي هو وقت الركن، ما يضرش، فهمت ازاي؟
يعني ممكن تقول الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعدين على ما تم الاطمئنان قريت حته من الفاتحه مع الركن، يجوز. فهمت ازاي؟ والباقي مع شرط القيام لا يضر هذا. ومقارنة الجلوس الأخير للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد علمت أن مقارنة الجلوس الأخير للتشهد وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستفادة من كلام المصنف دون مقارنته للسلام فليست مستفادة منه، لكن نبه عليها الشارح فيما مر، فالترتيب مراد فيما عدا ذلك. كده انتهينا من أركان الصلاة 18 ركن: النية وتكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة، قراءة الفاتحة، الركوع والاطمئنان فيه، الرفع من الركوع والاطمئنان فيه، والسجود والاطمئنان فيه، والجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيها، والجلوس للتشهد والصلاة على النبي فيه، مش كده برضو؟ والترتيب على ما ذكرنا، والسلام مع نية الخروج، التسليمة الأولى مع نية الخروج. يبقى ده تقريبا أركان الصلاة على مذهب الشافعي. بعد كده هيبتدي يكلمك في سنن الصلاة. سنن الصلاة ليها سنن قبلية قبل الشروع في الصلاة، ليها سنن وليها سنن داخل الصلاة. سنتين قبل الشروع في الصلاة: الأذان والإقامة. قبل صلاة الفريضة الأذان والإقامة، مش كده برضو؟ هنتكلم عليها يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. يبقى واقفين على: والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وأغلى عن ذكري الغافلون. وجزاكم الله.